أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الحالة لكرة السلة فوزا مهما جاء في الدقائق الأخيرة على حساب النويدرات ب 62 نقطة مقابل 60 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والأخيرة للقسم الأول للدوري السداسي لدوري زين البحرين لكرة السلة. وجاء فوز الحالة على النويدرات ليحافظ على حظوظه في بلوغ المربع الذهبي الذي أخفق في الوصول إليه خلال الموسم الماضي. تترقب الأوساط الرياضية في البحرين مساء اليوم إقامة قرعة مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، والتي ستقام عند 6:30 مساء في فندق آرت روتانا، وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وبحضور أعضاء الاتحاد بالإضافة لممثلي الأندية المحلية والشركات الراعية ورجال الإعلام والصحافة.